أحمدك اللهم على ما أعطيت وعلى ما أوليت وأصلي وأسلم على نبيك الكريم وأحييكم أبنائي وبناتي بتحية الإسلام وانتم قاعدين على الطاولة ونعرف اللي العقول واليدين والكروش وكلها متجهة للصحفة متاع الشربة ما كوش يسمعوني مليح لكن خليني نقول كلمتين على الطاير نحب نقول وأن هالشر هذا يطلب منا باش نخشع لله تعالى والخشوع يكون بسماع كلامه ولذلك ما تنساوش باش تجعلوا انفسكم وقت في النهار وفي الليل تقرؤون فيه كتاب الله ما الذي يمنع كل بيت مسلم باش يكون في داخله مصحف نعرف اللي برشا ناس دخلت لديارهم عنده كل شيء عنده قطوم نتاع تاي وقطيم قطوم نتاع سكر وقطوم نتاع حلو وقطوم نتاع ماكله وقطوم نتاع شراب وعنده كل ما تتصور في بالك حوايج بركة كي تطلبها ما تلقاهاش سجاده ولا مصحف احنا مش امه اسلام احنا مش مسلمين ما يكون عندنا مصحف في البيت على الاقل اذا كان مش كل مسلم عنده مصحفه تي هذاك جواب بعثلك لك ربي عيش خويا رساله بعثها لك ربي زعما انت تطمان اذا كان جيك رساله ومرتك ولا اخوك ولا ولدك يقول لك راه جاب وجاب لك جواب مسوقر ما تقعد تحاحي نهار كامل وتسال منين اش فيه اش فما اش قالوا لي اش قلت لهم بك في مصر حتضيع يعني. هذا كتاب فيه مصالح البشر اصلاح الانسان لنفسه هو الكتاب الملازم لهالصنع اللي صنعه ربي والله المثل الاعلى كما تشري تلفزه ولا فريجيدار ولا كهرباء يعطيك معها كتيب صغير يقول لك هذه كيفيه استعمالها ثم كيفيه اصلاحها اذا فسدت والمهمه التي تحققها ثلاث حاجات هالثلاث حاجات عندما ربي خلق الانسان عملهم معاه وحطهم في كتاب والكتاب هذا بعثه مع الرسل المختلفين لكن الرسول خاتم جاب بالطبعة النهائية لهذا الكتاب لهذا الوحي اللي هي القرآن هالقرآن هذا فيه كيف خلقنا ولأجل أي مهمة خلقنا ثم إذا لم نقم بهذه المهمة كيف نصلح أنفسنا ثلاثة حاجات في القرآن هالثلاث حاجات ما يفهمهم إلا اللي يقراهم مباشرة ويسمعها مباشرة المطلوب منك باش تعرف ربي لاش خلقك. ربي خلقك لتكون طائعا له باش تكون منسجم مع الكون، هالكون اللي ربي خلقه واللي خلق فيه سماء وارض وخلق فيه شمس وخلق فيه قمر وخلق فيه امطار وجبال ونظمه بنظام حكيم. تشوف الدنيا كيفاش منسجمه فيما بينها. شكون يرزقك النماله؟ وشكون يرزقك الغراب؟ وشكون يرزقك الحوت في البحر؟ ونظم له حياته بشكل مرتب تعجز انت واعجز انا عن فهمه هالكون هالمنظم ربي خلقني انا باش نحافظ على نظامه قال ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ان الله لا يحب المفسدين واني نرشدك باش تحقق هذه المهمه متاع الاصلاح في الارض هاني نطلب منك باش تتعلم باش تقرا هاني طالب منك باش تستقيم تنظف نفسك اذا كان تزوجت كون اسره نظيفه مستقيمه تعاملت مع الناس تعامل بخلق حسن واذا كان اخطات هاون اللي كيفاش تصلح روحك هالثلاثه حاجات هذه موجوده في الكتاب شنو اللي يعني منعنا باش نسمعوه ونقراوه هاي مناسبه مره في العام مصحف كل يوم تقرا حزبين من كتاب الله تعالى هاو كان العشيه طويله وانت نهار كل كذبان الخريف من بنك البنك ومن كرسي الكرسي ومن تلفزه لتلفزه لو شكون يضحكك بالله قال نفهم شويه اللي عندك رساله متاكده انك نصيف ساعه ولا ساعه تقف بين يدي الله تعالى في النهار تقراه وفي الليل تمشي للمسجد لتسمعه من فم الامام اللي يقرا عليك القران باش تسمعه بطريقه اخرى فرق بين تقراه وما بين تسمعه هو كتاب وقران كتاب يقرا وقران يسمع فاجمع بين الكتاب والقران باش بالأقل يحصل لك من معاني الاستجابه ما يجعلك تخشع لامر الله الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله هل القران هو الذي يجعل القلوب والجلود تخشع وتطمئن لأمر الله تعالى في الزمن اللي فيه كل شيء يخيف يا ولادي مالك يخوفك بدنك يخوفك مستقبلك يخوفك أولادك ممكن ينقلبوا عليك زوجتك ممكن تنساك لكن فما حاجة اللي تطمأن بها هي رعاية ربي ليك ولن تتحقق تلك الرعاية إلا بالكتاب الكريم، فاجعلوا لهذا القرآن حيزا من حياتكم في رمضان حتى تستأنسوا أنسكم بالله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.